دكتور عدي النجداوي، أخصائي تجميل الأسنان والمنطقة المحيطة، رح يقولنا اليوم كيف منحصل على اللي منسميها هوليوود سمايل. كلياتنا بيحب أن نتطلع على نجوم هوليوود بهالدائما الابتسامة اللي بتكون كتير صح، ففي كتير أسباب لأنها هاي الابتسامة ما تكونش زيهم. ودكتور اليوم عدي النجداوي رح يقولنا الحل لكل مشكلة في الأسنان والمنطقة المحيطة. صباح الخير دكتور عدي. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني هذا مجال شغلك بفكر أنه هلأ سوقه كتير ماشي. دفنتلي خصوصا عند الفيميلز بالمجاريتي بالضبط. حتى الشباب بيهتموا اكيد، بس بالنسبه قلب كثير، لانه صار خلص عصر الصوره، يعني شئنا ام ابينا صارت الصوره كثير مهمه، شيء اساسي. هي الايمج اللي بتعطينا، حتى الايمج صارت تعكس الداخل. وبما انه كمان الابتسامه الواحد بيحتاجها كثير لحتى يستقبل الناس، يبلش حوار مع الناس، فلازم تكون مضبوطه 100% لازم. طيب خلينا نبلش. في انا مثلا واحده من الاشياء اللي بلاقيها اصعب شيء تتصلح اللي هي لما تكون اللثه كثير كبيره، يعني اللي بيضحكوا وبتطلع اللثه، شو ممكن ينعمل لهذه الحاله؟ هلا هذه احنا بنسميها اللي هي الجامي سمايل. الجامي سمايل اللي هي بتكون زياده في شغل العضله العلويه، عضله الشفه العلويه. علاجها مرات بيكون من شغلة بسيطة لشغلة أكبر اللي هي عن طريق الجراحة. الشغلة البسيطة ممكن تكون عن طريق 2 injections بس بنعطوه بالمنطقة الأمامية العلوية، إبر بالضبط اللي هي إبرة البوتوكس. أوكي. بتخفف التونسيتي أو بتخفف اللي هي قدرة العضلة على الانقباض، فبتبطل أنه تطلع، فبتبين عندك during الضحك. هلأ هو البوتوكس بيشل العضلة، يعني انا ما بحب مصطلح بشل العضله، هو بيريح العضله. عرفت اكثر؟ يعني بدل ما يضحكوا تطلع العضله لفوق بالضبط، عضله الشفايف لفوق بتخف. بتلاقيها بتغطي جزء اكبر من الاسنان، لانه هلا تجميليا الاساس انه يبين عندك تقريبا ثلث، فقط ثلث من الاسنان، ثلث الاسنان، ما يبين عندك 2 ثيرد او 3 اللي هو كل الكراون لينكثينج. طب انا قديش ببين؟ كبار. لا يعني احكي بالعكس، يو هاف ايديال سمايل، يعني ما شاء الله. التلت لازم يبين بس تقريبا تلت لتلتين. اوكي، بس مش اكثر من هيك. طيب هلا في كثير ناس من الدخان بصير في اللثه زي ما بيقولوا تعري او بتصير تطلع عنها، شو بنعمل لها هاي؟ هلا هذه احنا هون ندخل بشغله ثانيه اللي هي بالعاده بتكون اللي هي جراحه البيريو او جراحة. بالضبط، او اما ممكن عن طريق السكيلينج او البولشينج اللي هي الشغلات اللي تنظيف الاسنان بشكل ريجولر. لانه حتى اللي هي تعري الاسنان او تعري اللثه عن الاسنان في لها اكثر من سبب، ممكن يكون بعض الادويه اللي بياخذها المريض، ممكن يكون بعض الامراض، ممكن اللي هو كالسكري، هذه كلها بتاثر على موضوع اللثه، او عدم الاعتناء بشكل كافي باللثه، فهاي بتؤدي لتعب الاسنان. هلا هذا ديفرنت كاتيجوري، بيكون علاجه عن طريق اللي هو اخصائيه اللثه بالضبط. لما نرجع للتجميل، هلا مثلا اسهل شيء يمكن تنظيف الاسنان، الاسنان الصفر مثلا من الدخان القهوه، هلا يعني التجميل هو مصطلح انا بعتبره بيعتمد على شخصيه الواحد، فممكن يكون من شيء بسيط اللي هو زي ما انت حكيتي، من مجرد تنظيف للاسنان، تنظيف بسيط للاسنان، لحديت ما شغله اكبر من هيك اللي عن طريق الجراحه او تقويم الاسنان. تنظيف الاسنان او تبييض الاسنان بالعاده بتكون اللي هي نتيجه تصبغات الاسنان، فبضطر المريض او الكلاينت انه يعملها بس مجرد مشان يحسن لون اسنانه او يعطيها لون هوموجينس او لون متناسق منسجم مع كل الاسنان. اما بالنسبه اذا بدنا ننتقل اللي هي لتغيير الشكل الاسنان او سد الفراغات ما بين الاسنان، هون نحن بنحكي على ديفرنت كاتيجوري اللي هو بدك تستعملي فيه شغلات ثانيه، اللي هي ممكن نستعمل اللي قشره البورسلان اللي هلا هي الليتست اللي احنا عم نحكي عليها. قشره البورسلان هاي بتحل اذا في ناس مثلا اسنانهم بعاد عن بعض هدول الفروق. ديفنتلي. هاي شو بينعمل؟ هلا احكي لك هلا شو النقل النوعيه بقشره البورسلان. النقل النوعيه بقشره البورسلان انه عمليه تحضير السن او عمليه اللي هي منطقه المينا اللي بدك تاخذها من السن كثير اقل من اللي كنا نعمله زمان، اللي هي عمليه التحضير الكونفنشنال وان اللي هو عن طريق تحضير الكراون او التلبيسه او التاج اللي احنا بنحكي عليها. هلا عندنا صوره، هي اسنان فرق. اوكي. هلا اذا ملاحظه في عنده هذا اللي هو في بنسميها فراغات ما بين الاسنان او تباعد. أيوة. ما بين الاسنان. هلا زمان كنا نضطر احنا نحضر بشكل دراماتيك انه نشيل جزء كبير من الاسنان. هلا بدك تشيلي جزء كبير من الاسنان، تقريبا كنا نشيل تلت لثلاث ارباع من الاسنان حتى من السن نبرده عشان نعمل الكراون. هذا بيؤدي لاضعاف الاسنان، هذه طبعا عن طريق قشره البورسلان. اوكي. هلا هيك انحل ونفس الشخص هيك صار اسنانه 100%.
قشرة البورسلان إنه لعاقة. طيب حلو، هذه هلا هذا هو زي ما نقول ثورة في مجال جمال تجميل الأسنان. بالضبط، أغلب الناس هلا هم اللي هذا الترند اللي ماشيين عليه. قشرة البورسلان بتحسن اللون، بتحسن الشكل، وبتحسن حجم الأسنان وسد الفراغات ما بين الأسنان. هلا أنا بقول لما الواحد يركب إشي على السن بصير الفراغ بين قشرة البورسلان واللثة، واللي هاي ممكن تعمل مشاكل. هلا قشرة البورسلان لا، بالنسبة لعلاقتها مع اللثة علاقة إحنا بنسميها علاقة ود. كيف؟ لأنه هي ما بتيجي ضغط على اللثة، هي بتيجي مجرد على السن دايركت، لكن ما إلها علاقة باللثة نهائيا. فهي حتى أنت لو تشوفي السمكة، إحنا بنحكي سمكة سمكة تقريبا 0.02 من المليليتر. بالضبط، قد رقيقة مليمتر. أنا دفنتلي كتير حلو. وبعدين طيب قدي بكلف تقريبا؟ هلا في فاريشن هي صراحة، لكن كتكلفة في تكلفة من إشي بسيط لحديت، لكن إحنا بنعتبرها بالنسبة للأمور التجميلية هي أكثر الشغلات المكلفة حاليا. تعتبر مكلفة، ولكن هل ممكن الشخص يعني أو المريض يختار بين أكثر من نوع؟ بيقدر يختار بأكثر منه، بس أكيد. إنه الحل بس إحنا دائما نحكي حل التجميلي دائما يعني أنا بدك تحكي شوي مكلف نوعا ما عن الحلول الثانية. طبعا طبعا. ونيجي هلأ لتشققات الأسنان، أو مرات بيكون السن نفسه له أكثر من لون أو تشققات الأسنان برضو كمان نفس الإشي، هذه بتحل لنا إياها هاي المشكلة. تشقق الأسنان ممكن يكون له أكثر من سبب، اللي هي بعض العادات السيئة اللي بيمارسها المريض، ممكن في أكل البزر. أكل الأظافر، البزر. مرات تلاقي الواحد هو قاعد ماسك القلم وعم يعني هي هابتس إحنا بنسميها باد هابتس، أو ممكن يكون نتيجة التروما، التروما اللي هي إنه بسقط المريض على الأرض أو شغلة خارج عن إرادته. هلا هذه برضو بتعالجها اللي هي الفينيرز أو قشرة البورسلان الخارجية، هذه بتعالجنا إياها بإنه بتغطي لنا إياها بطبقة بتكون هوموجينس من ناحية اللون، متناسقة لونها، حتى بيعطيني صفاء للون لدرجة كتير كبيرة، واللي هو بياض اللون. هلأ هي البياض، هلأ هو هذا الترند اللي ماشي. هلأ أوكي. الموضة يكون الأسنان كتير بيض، بس أحيانا بيكونوا كتير لدرجة الفيك وايتنينج يعني. هلأ إيفن لدرجة الفيك وايتنينج. هلأ إحنا دائما عم نحكي لما، بس هي شغلة ذوق. أنا بعتبر الابتسامة هي زي لوحة، فأنت بدك تتساعدي مع المريض حتى ترسمي له إياها. يعني بدها حس جمالي. ادفنتلي بدها حس جمالي من ناحيه الاسنان والمنطقه المحيطه حوالين الاسنان. يعني هلا الابتسامه هي مش بس اسنان، الابتسامه هي اسنان، هي شفايف، هي منطقه ما حوالين الاسنان، هذه هي اللي بتصنع لي الابتسامه او الهوليوود سمايل اللي احنا بنحكي عليها. هلا مثل هون الحاله في عندي هذه المريضه عندها اصلا احنا بنسميه ميسنج لاترال، او اللي هو خلقيا ما عندها هذا السن موجود، مش موجود في محله لسه. بالضبط. اوكي. هذا بعد طبعا هذه عملها عملية كمان تجميل للشفايف إذا لاحظتي. إيش شو عمل تجميل للشفايف؟ هي عملية فيلينج، هي she has tight lips اللي هي الشفايف عندها شفتها العلوية والسفلية إذا لاحظت مينيمال. يعني عم تدخل بالفعل بالتجميل يعني مش بس أسنان. دفنتلي. هلا شوفي الصورة الثانية. يعني ما بتقدر تميزي حتى محل السن المفقود كمان منه. مزبوط. هلا زمان لما كنا بدنا نعمل اللي هو عن طريق البرج او عن طريق الزراعه، هلا هذه المريضه شيز فوبيك من موضوع الجراحه، بتخاف من موضوع اللي هو زراعه الاسنان وهذه، لانه بده يكون فيها شق للثه واكثر، فكبروسيجر شوي معقده لها. هلا احنا بدنا نحل اياها عن طريق قشره البورسلان من غير عملية تخريب لا للسن القبل ولا للسن البعد. هلأ قد إيه له مستخدم أسنان اللي هي قشرة البورسلان؟ قد إيه لها مستخدمة؟ هلأ أحكي هي من زمان مستعملة، لكن عم صار عملية التطوير اللي هي بنوع القشرة اللي عم بتصير. يعني كانت أول شيء القشرة بتكون عن طريق اللي هي الحشوات التجميلية اللي احنا بنسميه الفيسنج. بالضبط. الفيسنج أنا ضده كليا يعني بهذه الشغله، لانه ايش بيحط كثير من السن يمكن. لا، الفيسنج هو عباره عن حشوات تجميليه كعمر كثير اقل، حتى من ناحية اللي هي علاقته مع اللثة في الغالب بتكون سيئة، بتطلع باد أودور اللي هي الريحة المزعجة للفم، التصبغات بتكون أسهل في مثل حالته. لكن اللي هي قشرة البورسلان هذه تيجي أنعم، لونها متجانس أكثر، حتى اللون اللي بنحصل عليه عن طريقها طبيعي أكثر. هلأ طيب بعد وقت بتغير لونها قشرة البورسلان مع القهوة والشاي والدخان مثلاً؟ هلا نهائيا، لانها هي شكلها بس طبعا بحاجه لعنايه زي الاسنان الطبيعيه اللي من عمليه التنظيف، من عمليه تفرش يعني الاسنان مرتين اتليست في اليوم. اوكي، بس ما بدها صيانه اكثر من هيك يعني؟ أبداً. انه ترجع بعد كذا سنه
ابدا معاملتها زي ما حكيت لك معامله السن الطبيعي، سنك طبيعي ممكن انت قاعده معي عم بياكل واحد حبه زيتون بالغلط يكسر له سنه، نفس المبدا هي، بس بحاجه اللي هي انه الواحد يدير باله حتى من ناحيه طبيعه الاكل اللي بده ياكله بده يدير باله. طب قل لي شو اكثر فئه عمريه عم تتردد على عياده للتجميل؟ من فئه تقريبا 24 لحديت يعني للأربعين سنة إذا بدنا نحكي. هلا كل الشباب إجمالا هذه الصرعة لهم بالنسبة عملية تجميل وتبييض الأسنان. لا مزبوط، لأنه يعني هي مهمة واللي لو أنا معاهم 100%. والطب يقول لي هلا يعني هاي الأشياء بتكون يعني هو المريض بيكون عارف شو بده، ولا أنت بتقول له بدك هيك بدك هيك؟ لا هلا في مرضى بيكون عارف ومشخص حالته وعارف شو اللي بده اياه، يعني انا بيجيني مريض اوكي بيقول لي دكتور انا عاجبتني صفه اسناني، انا ما بدي اغير لا شكل اسناني نهائيا، انا بدي بس اغير اللون. هلا في مرضى لا بيجي بيحكي لي دكتور انا بدي اسكر بس الفراغات، طبعا انا بساعده انا وياه انه نوصل للحل الامثل لإله. هلا الحل الامثل ممكن يكون بنظري انا، هلا زي ما حكيت لك الجمال هو نسبي وهي بتعتمد على ذوق الشخص، فممكن اكون انا من منظوري شايف انه هذا الموضوع جميل او هاي الابتسامه هي الاجمل لإله، لكن تختلف من مريض او من ذوق لذوق. لكن بحاول قدر الإمكان أنه أوجهه للطريق اللي فيه مصلحته واللي هي فيها. أنا دائما بحب أخذ ريزلت 100%، 99.9% صدقيني ما بحبها. يعني لازم تكون الريزلت 100% لأنه أولا وأخيرا كتير رح تحسن نفسيته للمريض، وحتى أنا سلف ساتسفاكشن عندي رح يكون بزيادة أكتر. طيب هلأ الشفايف قلنا ممكن يكون نفخ، والهاي العضلة إذا كان اللثة بتطلع، شو كمان في إشي بتنعمل بالوجه بهذا النطاق؟ هلا احكي لك، هلا احنا اذا بنحكي في ناس بتستغرب انه دكتور اسنان بيعمل هذه الشغلات، لكن انا بعتبر انه دكتور اسنان هو مور اورينتد انه يعمل هذه الشغله، خصوصا عندي في منطقه ومنطقه الفيس بشكل كامل. هلا احنا نحكي البوتوكس، بوتوكس استعماله بيكون مش بس على منطقه الشفايف اللي تغطيه الجم سمايل، كمان اللي هي منطقه التجاعيد ما حول العيون نتيجه الابتسامه، ديفنتلي الخطوط العلويه في المنطقه العلويه هذه كمان بيتم علاجها عن طريق البوتوكس، او اللي احنا بنسميه في الخط اللي بيظهر نتيجه الضحك اللي هو هون، هذا بيكون عن طريق ماده الفيلرز. شو الفرق ما بين الفيلرز والبوتوكس؟ من الاسم البوتوكس هو برخي للعضلات، فأي تجاعيد موجودة برخي لي إياها من غير ما تكون ديب لاينز، ما تكون الخطوط غميقة، لكن الفيلرز هو بيعمل لي فيلينج لإلها اللي هو لما بتكون وصلت مرحلة هي بيرمننت. بيرمننت إيش بنحكي؟ إنها دائمة على المستوى إما خلال الحركة خلال فعل الابتسامة مثلا أو ديورينج فقط اللي هو السكون. فأنت بدك تضطر إنه تعملي له لا بدك تعبي هذا اللاينز حتى نسكر نرجع الحالة إلى ما كانت عليه. والفيلينج بده إعادة كل قد إيه تقريبا؟ هلا صراحة كمت ديبينز على الماتيريال، بتعتمد على الماتيريال، الماتيريال اللي احنا بنستعملها أوكي لا بتقعد أولموست تقريبا سنة سنة لسنة وشوي. وبتعتمد طبعا برضه على كثرة استعمال مريض لعضلاته، يعني في ناس عنده بالضبط، في ناس عنده خلص يغلط الضوء. لا وهي كمان في ناس وراثة يعني بيكونوا هدول الخطوط أكثر من ناس أكيد. وصدقيني مرات بيكونوا حلوين يعني جماليا مرات بيكونوا حلوين، يعني أنا ما بحب هذه البورسلان أبيرنس. لا أكيد أكيد إنه هيك زي البلاستيك بصفي من آخر الوجه، يعني كل شيء باعتدال، وأكيد بده نظرة يعني تكون بالمنطق شوي. أكيد طبعا زيادة. في ناس بتعدى المنطق، لكن أنا بحكي لك بما أنه هو سعيد بهذا الإشي فأنا معاه 100%. حلو، يعني الحلو اللي عم بيصير أنه كل شيء عم بيصير له حل في مجال التجميل، فما نخاف لما نكبر يعني كل ما نمشي في إشي عم يخترعوه. أكيد. شكرا شكرا دكتور عدي النجداوي أخصائي تجميل الأسنان والمنطقة المحيطة، شكرا أهلا وسهلا فيك.